بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدينا متابعي برنامج نوافذ الحياة ومشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامج نوافذ الحياة، وأكيد فقراتنا تكون دائما مميزة بمعيتكم ومتابعتكم لهذا البرنامج المبارك بوجودكم. استعراض سريع لأهم الفقرات لهذا اليوم. أولى الفقرات معنا هو حكمة اليوم أو حديث اليوم. الحديث مروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في فضل مكانة الزهراء، وكذلك حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله في مكانة الزهراء في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. الفقرة الأخرى هي فقرة نسائم العقيدة، واليوم موضوع صورتنا لهذا اليوم تحدي الإعاقة من أجل إحياء الشعائر الحسينية. فقرتنا الثالثة راح تكون معنا هي فقرة تمكين، واليوم راح نستمع إلى نصيحة تربوية جديدة لجناب الدكتور ماهر حميد مجيد. الفقرة الأخيرة وهي ستاند البرنامج، فقرة المسابقات واللي من خلالها يترشح معنا فائز واحد يومي حتى يدخل بالجائزة الأسبوعية أو القرعة الأسبوعية حتى يحصل على هدية، هي خاتم فضة عليه حجر من ضريح الإمام الحسين عليه السلام. وإن شاء الله راح نعطي وقت أكبر حتى نستقبل مشاركات واتصالات أكثر في هذه المسابقة. إذن نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى، وأولى فقرات البرنامج حديث اليوم، خليكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا متابعينا. حقيقة الأحاديث الواردة بحق الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وبما أننا ما زلنا نعيش في رحاب الزهراء ونحيي ذكرى شهادتها صلوات الله وسلامه عليها بحسب الرواية الثانية لاستشهادها، فالأحاديث الواردة عن أهل البيت والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كثيرة وكثيرة جدا، وتذكر هذه الأحاديث فضائل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لكن هذه الأحاديث كلها وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله لتأكيد مكانة وعظمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يعني واحد من هذه الأحاديث الواضحة الجلية لمكانة الزهراء، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من سرها فقد سرني، ومن ساءها فقد ساءني. خلي نركز على كل كلمة وكل إشارة أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث وغيره الكثير من الأحاديث الواردة في تبيان مكانة الزهراء سلام الله عليها. فاطمة بضعة مني، من سرها فقد سرني، ومن ساءها فقد ساءني، فاطمة أعز الناس علي. يعني الإشارات اللي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله لعامة الناس وعبر الأجيال إلى يوم القيامة تبين بوضوح مكانة وعظمة الزهراء سلام الله عليها. إذن قبال هذا كيف تصرفت الأمة حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعاملت مع الزهراء سلام الله عليها؟ أكيد كانوا عاقين لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه من لم يمتثل إلى هذه الوصية وغيرها من الوصايا لرسول الله فيكون عاقا وغير مبرئ للذمة. يعني ما زاد على هذا رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال تتبع السيرة التاريخية لعلاقة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ما زاد على هذا أنه كناها بأم أبيها، يعرف ويعلم من خلال استقراء للأوضاع ومجريات الأوضاع وما سوف يحصل بعد شهادته أنه تظهر فلانة وتدعي أنها أم المؤمنين، وتظهر فلانة وتدعي أنها أم المؤمنين على اعتبار لها صلة قرابة برسول الله من جهة، وبشخص لربما يتسلم ويتسنم مكانة أمور المسلمين بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن جاء رسول الله وأفحم هذه الألقاب وهذه الكنى التي حملتها
البعض من النسوة ممن هن قريبات من رسول الله، وكأنه يقول لهن: إن كنتن أمهات للمؤمنين ففاطمة هي أم أبيها، وهي بمثابة أمي، وأنا رسول الله ونبي هذه الأمة. إذن هذه إشارة واضحة وجلية، لا تحتاج إلى تفسير أو إلى توضيح، إلى تبيان لمكانة الزهراء سلام الله عليها. شيء واضح وجلي جدا، يعني الإشارات من رسول الله في مكانة الزهراء، في مكانة علي بن أبي طالب، في مكانة الإمام الحسن والحسين أصحاب الكساء الأربعة بمعية رسول الله صلى الله عليه وآله، هي واضحة جلية. يعني عندما باهل رسول الله صلى الله عليه وآله بهؤلاء نصارى نجران، لم يباهل باصطحابه لزوجته مثلا فلانة وفلانة، باهل نصارى نجران بفاطمة وعلي والحسن والحسين. هذه أيضا إشارة واقعية ومترجمة من قبل رسول الله على أرض الواقع بشكل عملي تطبيقي. يعني كان الكلام النظري يلقيه رسول الله على عامة الناس، في بعض الأحيان لربما يشك بعدم فهم البعض لهذه المكانة من خلال الكلام النظري، كان يطبق رسول الله الكلام النظري في إشاراته السابقة لمكانة وعظمة الزهراء والإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين، باعتبار أنهم هم أهل بيتي، هؤلاء هم عترتي التي ما إن تمسكتم بهما نجيتم، بما معنى نصوص الروايات الواردة: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن كانت الإشارات الواضحة حتى فيما يخص التعامل مع أمير المؤمنين، كانت إشاراته واضحة بالقول والفعل. وكذا الحال ينعكس على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وهو طفل كان، والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأيضا كان طفلا في زمن رسول الله، كان يجلسهما في حجره ويلاطفهم ويداعبهم ويلاعبهم ويطيل السجود إن كان يجثو على ظهره الشريف الإمام الحسين أو الإمام الحسن وهو أمام الناس وبين المصلين. إذن هذه مكانة عظيمة أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يوضحها إلى الأمة، أن هؤلاء أمانة في أعناقكم. لكن ماذا فعل بهم بعد شهادة رسول الله؟ اغتصب حقهم وظلموا بوحشية، يعني ليست بحالة من البساطة، بوحشية، بحالة من التنمر. حتى قبال هذه المظلومية اتهموا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بأنها امرأة دنيوية تطالب بأمور دنيوية من خلال مطالبتها باختصاب مزرعة فدك التي ورثتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما غيبوا أين كانت تذهب واردات مزرعة فدك عندما كانت تستلمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كانت كلها تفرقها على فقراء المسلمين، لم تحترز دينارا أو درهما واحدا. هكذا يعني تروي الروايات التاريخية لأصحاب الضمير تحديدا. يعني في بعض الروايات تشير إلى أن واردات مزرعة فدك السنوية كانت تقدر بقرابة 24,000 دينار سنويا أو درهم. هسه هذا العدد من الأموال أو هذا المبلغ من الأموال هو تقريبي، كانت كلها تفرقها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على فقراء المسلمين، ولم تكتنز أو تحترز على درهما واحدا لصالحها. فبذلك بمطالبتها بحسب ادعاء البعض بأمر دنيوي خلال خطبتها بعد هذه المظلومية العظيمة واغتصاب الخلافة وحق الإمارة من أمير المؤمنين، عندما خطبت كانت هي مطالبة لحقوق المسلمين حتى توزع هذه التركة بالتساوي. وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يكونوا سعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بمشاركتهم حياة الفقراء،
برسم الابتسامة على حياة العامة، الفقراء، المساكين، المتعففين، وكانوا كثر حقيقة، وعانوا ما عانوه في زمن الأول والثاني وحتى الثالث، عانوا وعاشوا على مضض. لم يتنفس الفقراء الصعداء إلا في زمن علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا الكلام هو موجود في كل الكتب، في كل الأحاديث، في كل الروايات التي رواها لنا التاريخ ونقلها لنا التاريخ. أول من أسس إلى نظام التكافل الاجتماعي هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. أول من أسس ووضع أسس لنظام الأنظمة الاجتماعية وتوزيع الأموال بالتساوي، اللي بمصطلحنا اليوم الضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية، هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عندما تسلم الخلافة مباشرة وضع أسس وقواعد للرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ساوى بينما الهفوات والأخطاء الكبيرة التي ارتكبها من سبقه فكانت أخطاء فادحة حقيقة، يعني المحاباة والمحسوبية والمنسوبية في التوزيع، وهذا لديه قدم وسبق وهذا ليس لديه قدم وسبق في الإسلام، وأمور كثيرة. لكن نجد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يحرص على إرساء مبدأ المساواة والعدل بين الناس، أنه حتى فيما يخص بقية المذاهب والأديان كان لهم حقوق يعطيها على اعتبار أنه نظير لي في الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى خلقه كإنسان. أنا بعيدا عندما يأتي الجوع ويقتحمه الجوع والفقر، لا يميز بين ديانة أو أخرى أو بين نبي وآخر، لا يفهم هذا الكلام. إذن كان أمير المؤمنين يتعامل مع كل الناس بالتساوي، ما عنده هذا الشخص مميز أو هذا الشخص مسلم أو هذا الشخص غير مسلم. أسس قواعد رصينة للضمان والرعاية الاجتماعية. وكذا الحال بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كانت تريد وكانت تعلم أن حقوق هؤلاء الفقراء سوف يغتصب. لم تكن هنالك قواعد للمساواة بين هؤلاء الناس، فكانت تضمن من خلال هذه الإيرادات لمزرعة فدك أو غيرها من الإرث الذي ورثته عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تضمن توفير القوت على أقل تقدير إلى هؤلاء المساكين، إلى الفقراء المنتشرين حقيقة، واللي كانوا يمثلون قاعدة عريضة وكبيرة في المجتمع آنذاك. طيب، ادعت فلانة أنها أم المؤمنين، وادعت فلانة أنها أم المؤمنين، هسه ما أريد نذكر أسماء، لكن بقت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تذكر القوم بهذه الإشارات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أرادت أن توصل للأمة بأن لا تكونوا عاقين لرسول الله صلى الله عليه وآله. الزهراء سلام الله عليها يعني جل عمرها الشريف لا يتجاوز 17 عام أو 18 عام، كلها عطاء من طفولتها حتى شهادتها، كلها منادات بالحق، منادات لنصرة الدين الحقيقي. كانت تدعو بحالة من المضض إلى نصرة الدين ونصرة المذهب ونصرة الحق المتبثل برسول الله صلى الله عليه وآله وبعد شهادته بأمير المؤمنين. تحاول قدر الإمكان أن ترشد الناس وتعدلهم عن الانحراف الذي أصابهم بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. لكن البعض كانوا لا يسمعون ولا يفقهون من الزهراء سلام الله عليها، وينظرون إلى الزهراء كما ينظرون بحال أعينهم، أنها ينظرون إلى الزهراء النظرة الدنيوية، وحاشا للزهراء أن تنظر إلى هذه الدنيا الزائفة والزائفة والزائلة نظرة دنيوية. وقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها أول من يلتحق به من أهل بيته هو الزهراء، ويمكن ما تعدت الفترة الزمنية أو المقطع الزمني أكثر من 6 أو 7 شهور ولحقت بأبيها صلوات الله وسلامه عليه. إذن
كيف تكون متشبثة بالدنيا وأعطاها هذه البشارة رسول الله صلى الله عليه وآله. حاشا أن تكون من المتشبثين بالدنيا، وإنما كانت كلماتها تريد أن توصل رسائل إلى القوم المغرر بهم، أن لا يأخذكم العزة بالإثم، وتحيدون عن الطريق الذي رسمه لكم أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الصلة التي لم تكن، وهذه المحبة لم تكن نابعة عن صلة الدم أو القرابة، وإنما كانت هي تعرف المكانة، عارفة بمكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وحتى في مكانتها هي صلوات الله وسلامه عليها. طيب، الزهراء ظلمت، واليوم الحديث عن هذا عن هذه الفضيلة أو هذه الفضائل للزهراء: من سرها فقد سرني، ومن ساءها فقد ساءني. هل لهذا الحديث وهذه الكلمات وهذه الفضائل التي أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وحالة التشبه به بشخصه هو بذاته هو صلوات الله وسلامه عليه لها يعني وقت مادي معلوم، سقف زمني معلوم، أم هو امتداد إلى يوم القيامة؟ بالحقيقة لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الفضائل وقتا زمنيا أو سقفا زمنيا معلوم، وإنما كان هذا النداء إلى كل الأجيال إلى يوم القيامة، أنه من خلال عدم تحديده، العقل والمنطق يقول عدم تحديد رسول الله صلى الله عليه وآله لوقت معلوم بالحالة السراء والضراء التي تصيب فاطمة والتي بالتالي تصيبني وأنا رسول الله صلى الله عليه وآله. تحياتنا إلى زميلي خلف الكواليس اللي يبعث لي القبولات، أحمد خضر الخفاجي، اليوم منورنا ومشرفنا، حياك الله يا أحمد ومية هلا بيك وشرفتنا. صلوات كبيرة يطلقها مرتضى والأخوة بالكنترول على مجيء زميلنا وحبيبنا أحمد خضر اللي مشتاقي له حقيقة، واللي كان فارس الميدان. عموما هذه المكانة العظيمة أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبعث رسالة آنية إلى المجتمع المحيط به واللي كانت الزهراء تعيش به، ورسالة أخرى عبر الزمان من خلال فتياتنا، من خلال شبابنا، من خلالنا احنا الجيل المتعاقب جيلا عن جيل من ذلك الجيل، جيل رسول الله صلى الله عليه واله الى يومنا هذا والى يوم القيامه. اذا علينا انه نتامل ونتدبر، ولا تكون مظلوميه الزهراء مضروبه في ضعفين، يعني ظلمت في السابق ونظلمها اليوم في الحاضر. كيف يا مؤمنه يا مواليه لا تظلمين الزهراء ولا تشاركين بتلك الظليمة التي شارك بها أعداء الزهراء؟ من خلال التزامك بالوصايا النابعة عن الزهراء أو الصادر عن الزهراء، بالعفة، بالستر، بالطهارة، باقتفاء سيرة الزهراء، بالالتزام بالأمور العبادية، الأمور المعاشة بالمحيط اللي أنت تعيشين به يا فتاة، أكيد راح تسرين قلب الزهراء وبالتالي تسرين رسول الله صلى الله عليه وآله. يا بنت يا موالية يا مؤمنة، إن لم تسيري على نهج الزهراء فأنت سوف تسيئين إلى الزهراء، وبالتالي هي إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أؤكد على هذه القضية حتى أختم حديثي، لأنه علي الأسدي يشير أنه الوقت ربما امتد وقت الفقرة، لكن هذا الكلام مهم جدا. أقول باختصار: لا تشاركي أيتها البنت المؤمنة المسلمة بالأشخاص أو مع الأشخاص الذين ظلموا الزهراء، ولا تكوني مرتكبة لهذا الجرم الذي شارك به أعداء الزهراء في وقت رسول الله وفي حياة الزهراء سلام الله عليها، وكوني من أنصار الزهراء بالعفة والطهارة والإباء والالتزام بالقواعد والتعاليم الإسلامية. وهذا هو تحديدا ما يثلج قلب الزهراء ويرضي الزهراء عنك وحتى عنك أيها الشاب، من خلال التزامك
كل الوصايا الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك الوصايا لدين الإسلام الحنيف. خلينا نستقيم حتى نفرح الزهراء، وبالتالي نفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بأن نسير على هذا الطريق الذي رسمته لنا الزهراء، ونحن نعيش في رحاب الزهراء. وأؤكد في كل حلقة أننا نستثمر هذه الدقائق والساعات والأيام ونحن نعيش ذكرى شهادتها صلوات الله وسلامه عليها بتتبع حياة الزهراء، حتى نتشبع بتلك الروائح العطرة، بذلك العبق من الزهراء الصادر في كل مفاصل حياتها، وبالتالي نعكسه على حياتنا ويكون واقع حياتي معاش من خلال تأثرنا بتلك الشخصية العظيمة للزهراء سلام الله عليها. وصلنا وياكم إلى ختام هذه الفقرة، ننتقل إلى فقرتنا التالية أو الأخرى، هي فقرة نسائم العقيدة، واليوم موضوع الصورة مهم جدا، عليكم أنه تتأملوا، وأنا أطلب من زميلي حسين اللامي أنه يطيل بعرض هذه الصورة حتى نفهم المعاني الجميلة والراقية للمحبين والموالين في إصرارهم على إحياء الشعائر الحسينية. نسائم العقيدة، خليكم ويانا. هذه الصورة هي من القفا، يعني مثل ما نشاهد هذه المرأة المقعدة اللي تحمل راية الإمام الحسين، وأمامها المشاية على طريق الجنة، طريق يا حسين، متوجهة إلى إحياء الزيارة، زيارة الإمام الحسين، وعلى ما يبدو في زيارة الأربعين. يعني لو نركز على كل زاوية من هذه الصورة حقيقة، نشوف العظمة، نشوف الشموخ، نشوف الإباء، نشوف حالة الإيثار اللي يتمتع بها المحبين والموالين وهم يسيرون على هذا الطريق، وهم يحيون هذه الذكرى للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذه المرأة المعاقة اللي تعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحنا نعرف هكذا أشخاص هم بأمس الحاجة إلى الركون واللجوء إلى الراحة وإلى الابتعاد عن أي مشاق يتعبهم، دائما بنيتهم تكون هزيلة ضعيفة، ما يتحملون مشاق السفر، ما يتحملون الحر، ما يتحملون البرد، تكون عندهم فد مزاجية خاصة. لكن نشوف هذا الإصرار العظيم، يعني اليوم إذا شخص أصيب بالإنفلونزا الطبيعية أو أي مرض بسيط، لربما يتعكر مزاجه وما يكون إلى القابلية على القيام بأي نشاط معين. لكن نشوف هذول الأشخاص، يعني البعض منهم هسه هذه المرأة الموالية بارك الله بها جالسة على كرسي متحرك، البعض منهم معاقين ويذهب زحف من دون أن يستخدم أي وسيلة أخرى. يعني عجيب والله، في زيارة الأربعين أنا دائما ومع الإخوة، بمعية الإخوة جزاهم الله ألف خير، يعني الزميل حسين اللامي وعلي الأسدي وعلي المعملتشي ومرتضى وعلي عاشور وكل الإخوة جزاهم الله ألف خير، أحمد خضر، كلهم الشباب، نتوجه إلى في زيارة الأربعين إلى يعني المحاور المؤدية إلى كربلاء، المحاور الرئيسية، سواء على طريق نجف كربلاء أو بغداد كربلاء أو حلة كربلاء أو حتى عين التمر كربلاء والمناطق الغربية، نشاهد مناظر حقيقة نقف مذهولين أمام عظمتها، مشاهد نصعب عن يعني نعجز عن تفسيرها حقيقة، لوحات من الإنسانية والإيثار والإبداع. يعني نشاهد في يوم من الأيام شاهد الطفل ما يتجاوز عمره 3 أعوام، الآن بدأ يحبو، يحمل راية الإمام الحسين والعمود مالتها يمكن طوله فد 2 أو 3، وشاد على بمحزم، طبعا والدته كانت تسير معاه لكن هو يتقدمها. هذا الطفل يعني أنا استدعيته
مسكت العمود اللي عليه راية الإمام الحسين سلام الله عليه شفته ثقيل، يعني ما يتحمل عمر بهذا، فحاولت أسحبه من عنده بلاطفة أنه أساعده لفترة من المسير، فامتنع. قلت له هذا ثقيل عليك، فحكى وياي بمنتهى البراءة، يقول لي هذا على قلبي أخاف من الريشة هسه، يعني هذا الكلام من عنده أو سامحها من والدته. حقيقة بقيت مذهول. طيب، يمكن الطفل إذا تمسك فد قدح من الشاي أو غلاس المي يثاقل منه ويرميه إذا بهيش عمر ويكسره. طيب أنت شايل هذه الراية ومخليها على محزمك وتسير بثبات وبقوة وشموخ، ومشاهد كثيرة لا تعد ولا تحصى حقيقة نعجز عن توثيقها في أذهاننا. وبارك الله بجهود المصورين، بجهود الإعلاميين اللي دائما يوثقون ويقتنصون هكذا لقطات من زيارة الأربعين، يعني مشاهد عظيمة. إذن هذه الصورة وغيرها خصوصا لذوي الطاقات الخاصة، احنا دائما نأكد على هذا الموضوع، وليس الاحتياجات الخاصة، لديهم طاقات خاصة احنا ما نمتلكها حقيقة. الناس الأسوياء يمتلكون طاقات خاصة، وحقيقة تغطي هذه الطاقات كل مجالات حياتهم، يبعثون برسائل إلى العالم أننا نعشق الإمام الحسين بحالة من الفطرة، ونصر على إحياء هذه الشعائر وإحياء هذه المحبة في نفوسنا وقلوبنا الطاهرة، والتي اقتبست طهارتها من عشقها للإمام الحسين سلام الله عليه. أكتفي بهذا القدر مشاهدينا متابعينا في تعليقنا على صورتنا لهذا اليوم، نسائم العقيدة، وننتقل إلى فقرة النصائح التربوية والتنموية، ونشوف الدكتور ماهر حميد مجيد خبير التنمية البشرية شنو محضر لنا من نصيحة لهذا اليوم. خليكم ويانا، بعدها ننتقل إلى فقرة المسابقات، لا تذهبوا بعيدا. شكرا جزيلا لكم، اهلا وسهلا بكم في رسالة اخرى مع الاخ المبدع محمد الرباعي والكادر من خلفه في قناة الامام حسين الفضائية. اليوم رسالتي الى النساء وشريحة محددة من النساء، لهن اخواتنا، امهاتنا، بناتنا، ربات البيوت. طبعا كثير من يعني النساء للاسف الشديد تعتبر انه لفظة ربة بيت قد تكون لفظة فيها انتقاص، ولكن انا الفت نظرها الى معنى مهم جدا، أن ربة البيت هذا المعنى مشتق من معنى الربوبية، ومعنى الربوبية هو صفة يتصف بها الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وبالتالي هذه الربوبية هي مسؤولية كبيرة جدا. يعني عندما تكون الامرأة ربة بيت فهي تقوم بمهام عظيمة، تستطيع من خلالها إنشاء أسرة، وهذه الأسرة قادرة على أن تكون نواة جيدة للمجتمع. إذا لم تمارس دورها بهذا الترتيب وبهذه المعنى وبهذه المفاهيم راح تكون أكيد النتائج عكسية. فربة بيت هو مصطلح أفضل بكثير من أي مصطلح آخر، لأنه مشتق من مصطلح رباني يتصف به الله سبحانه وتعالى. ما أريد أن أتكلم عنه كرسالة أساسية وجوهر الموضوع هو بعض الأخوات من ربات البيوت تعتقد أن هنالك وقت فراغ كبير، وأنه لو كانت تشتغل في عمل خارجي هذا راح يعني تقتل به وقت الفراغ. طبعا لمن تعمل في عمل خارجي أيضا هي تقوم بجهد كبير، إضافة إلى أنها تقوم بمهمتها في المنزل وفي تربية الأسرة، ومشكورة كل الأخوات اللي يقومن بهذا الجهد. ولكن ربة البيت أيضا خلي تشيل من بالها أنه هي قاعد تضيع وقت فراغ، لأن وقت الفراغ هو الوحيد المسؤول عنه هو الإنسان نفسه. أي واحد من عندنا سواء كان عامل أو غير عامل ممكن أن يشعر بوقت فراغ، وممكن أنه يقتل وقت الفراغ تماما. يعني إحنا عندنا ناس موظفين لكن يشعر بوقت فراغ، شنو السبب؟ لأنه هو مدى يعرف شلون يستثمر هذا الوقت في تحقيق واجباته أولا، وفي تحقيق أمور تخصه تفيده على المستوى الشخصي المستوى الأسري. أما أكو أشخاص آخرين لا والله أصلا هو لا عنده عمل ولا شيء، ولكن ما عنده شيء اسمه وقت فراغ. وقت الفراغ وقت قاتل جدا ووقت خطر جدا، احنا نحتاجه انه نعرف شلون نستثمر اوقاتنا. اول شيء اذا وزعنا واجباتنا على 24 ساعه
كنا راح نجد انه احنا ال 24 ساعه ما تكفينا، لكن اللي دي يصير عندنا وقت فراغ انه احنا ماذا نقوم ببعض الواجبات. نفترض انه احنا دا نقوم بكل الواجبات، فماكو شيء اسمه وقت فراغ، حتى الوقت الباقي انا استطيع ان اقوم بما هو افضل من هذه الواجبات، بما هو اكثر من هذه الواجبات، اطلع على كتاب، استمع الى برنامج مفيد في الراديو، اشاهد برنامج مفيد مثل هذا البرنامج في شاشة التلفزيون، اخصص وقت لتعليم ابنائي اكثر مما يتعلم بالمدارس، اعلمه لغة، اجيب ابنائي واعلمهم لغة انجليزية مثلا، حتى ابني لهم مستقبل افضل. اقوم بمهام اخرى، اقوم بتحسينات، اشترك في دورة اونلاين، اتعلم مهارة جديدة، كل هذا ممكن انه اقوم به. اذا احنا اقحمنا نفسنا في مثل هذه الامور راح نجد انه احنا ما عندنا اصلا وقت فراغ. لذلك خلينا نشيل من بالنا انه اكو وقت فراغ وما نستطيع انه نقتله، ونشيل من بالنا انه ربة البيت هو مصطلح فيه انتقاص، بالعكس هو مصطلح فيه شرف كبير. شكرا لجميع ربات البيوت، وشكرا لكم اعزائي المشاهدين والاخوة في الاستوديو، تحياتنا لكم. يا الله، وصلنا للمحطة الثانية. شنو المحطة الثانية؟ الأخيرة، هي فقرة المسابقات. حياكم الله مشاهدينا متابعينا، أرقام الهواتف راح تظهر أسفل الشاشة حتى نبدي بالمسابقة ونستقبل اتصالاتكم. واليوم أريد تفاعل أكثر، يعني مشاركات على سؤال، وإحنا دائما نأكد على أنه هذه الأسئلة هي لإعمام ثقافة أهل البيت سلام الله عليه، وكذلك بما أن نعيش في رحاب الزهراء أيضا، يا ريت تكون عندنا مشاركات خاصة بالزهراء سلام الله عليها. يلا الاتصالات بدت، والميديم صار يا علي الأسدي. نضال من بابل، السلام عليكم يا نضال. السلام، حياك الله يا نضال، ميت هلا بيك، الله يحفظك. عندي مشاركة. يلا، أنت دائما تتحفينا بهذه المشاركات، حياك الله، يلا تفضلي. كريم ابن الكريم ايش ما ردت ينطيك، اي كريم ابن الكريم ايش ما ردت ينطيك، اي اذا عندك مرض من الماضي يشفيك، اذا عندك مرض من الماضي يشفيك، اذا تدخل حضر تيقول لك اهلا بيك، اذا تدخل حضر تيقول لك اهلا بيك، ويفك الباب الزوار ويفك الله الباب الله الزوار. والنعم منكم اهل البيت، عندي بارك مشاركة الله. ثانية، يلا نسمع. أحبك يا علي يا حاضر الشدات، نعم. أحبك يا علي يا حاضر الشدات، أندبك يا أبو الحق يا نور داخل الشدة، خزعوني لي أبو حسين يا من هدتك هدة، نجيني من كل شدة وضيجة، الله الله، أحسنتي أحسنتي، طيب الله أنفاسك يا نور، محمد علي الرضيعي، بارك الله فيك، علي الأسدي. شكرا شكرا إليك، وتحيات علي الأسدي وكل الزملاء بفريق عمل برنامج نوافذ الحياة. شكرا لك يا نضال، دائما تتحفينا بهذه المشاركات الجميلة. يلا، وهاي العامة وياك، والسؤال راح يظهر على الشاشة يا نضال. السؤال يقول: من ألقاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المجتبى المنتظر. يلا يلا يا نضال، سؤال سهل كلش. من ألقاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل هو المجتبى أم المنتظر؟ نضال بعد شوية يا نضال. نعم بعد شوية يا. من ألقاب الإمام المهدي شنو؟ هل هو المجتبى أم المنتظر؟ الجواب الثاني. شنو؟ إيه قولي شنو؟ المجتبى أم المنتظر؟ المنتظر. متأكدة؟ متأكدة. يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. أحسنتي، المنتظر. طيب السؤال الثاني، بما أنه تأخرتي، المجتبى من هو ألقاب من الأئمة المجتبى؟ نقول المنتظر. المجتبى من ألقاب منو من الأئمة؟ المنتظر. مو قلنا المنتظر للإمام؟ الظاهر اكو مشكله بالصوت يا نضال. يلا راح اسامحك بالسؤال الثاني ودخلت ويانا القرعه. المجتبى من القاب الامام الحسن
عليه السلام كريم أهل البيت عليهم السلام الحسن المجتبى. وضحات؟ يلا زهراء من بلد، سلام عليكم يا زهراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخذ زهراء مية تلبيج. الله يحييك أشكرك. الله يحفظك. أنا بخير إذا أنت بخير دائما إن شاء الله. اليوم أحمد خضر هم منورنا خلف الكواليس، كل الله يبارك بيك يحفظك، تحياته إلك. يلا يا زهراء عندك مشاركة؟ لا ما عندي. ما عندك، خلينا نشوف السؤال الخاص بيك. يلا خلينا ننتقل لك على العامة. من ألقاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المؤمل أم المؤمن؟ المؤمن. الثبتين؟ الثبت إن شاء الله. خلينا نشوف الجواب الصحيح. يلا للأسف قلتي المؤمل لو المؤمن بصراحة؟ المؤمل. المؤمن. المؤمل. السؤال الثاني، الجواب الثاني المؤمن. المؤمن. يعني خسرت ويانا زهراء؟ خسرت ويانا؟ يلا كرامة للزهراء سلام الله عليها واحنا نعيش برحاب الزهراء راح ندخلش للقرعة يا اخت زهراء، وهذا اسمك شفع لك اليوم. يلا مبروك عليك ودخلت ويانا للقرعة. احسنتي. آية من ذي قار، سلام عليكم اخت آية. وعليكم السلام. حياك الله يا آية. تسلم. الله يبارك بيك، تحية لحضرتك والكل أهلنا بذي قار. تحياتي لك وللمخرج. الله يبارك بيك يا آية، عندك مشاركة آية ولا ندخل بالسؤال؟ لا أدخل بالسؤال. يلا. أخذ خبرة أكثر. يلا عاشت إيدك، هو هذا الغاية من المسابقة أنه نستفاد. خلينا نشوف السؤال الخاص بيك يا آية. تسلم. السؤال يقول آية اسمعيني زين، من صفات أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الوحدة والقوة أم الضعف والاختلاف؟ الوحدة والقوة. متأكدة؟ متأكد. إيه جاوبتيني بثقة، خلي نشوف الجواب الصحيح. نعم الوحدة والقوة من صفات أصحاب الإمام. الله يبارك بيش، تحياتنا لحضرتك يا أخت آية ودخلتي ويانا للقرعة. أحسنتي. نعم يلا نورس من الكوت، سلام عليكم أخت نورس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا نورس، مية تلبيج. الله محييك أخوي العزيز. يلا اليوم أريد منك مشاركة تهديها إلى أحمد خضر جالس ويانا اليوم خلف الكواليس. تحياتنا إليه. الله يبارك. الله يسلمون عليه هواية. الله يبارك بيك، هو هم يخصش بالسلام يا أخت نورس. يلا نسمع السلام. للمشاركة مالتك. اليوم مشاركتي إلى كل من ظلم السيد الزهراء وآل الزهراء. أحسنتي. لشاعر أحسنتي. القدير محمد الأعاجيبي. أحسنتي أحسنتي، بارك الله بيك. إحنا دائما نوصي كل مشاهدينا أي مشاركات شعرية يذكر اسم الشاعر حتى لا نبخس حق الشاعر بجهوده المبذولة. بارك الله بيك يا نورس، وإشارة والتفاتة جيدة. يلا نسمع. شكرا. يقول كسرت ضلع الورد ما تستحم للقاع. الله. لعنت الله عليك لذيك السواية. اي لو ندافع الدنيا ولا هذاك الباب. الورا وقفت شمس لكن مبوشاية. النبي تاني عرفكم عن طمع وياه. النبي تاني عرفكم عن طمع وياه. الله. تكسرون الضلع يعلم بهاية. الله. ومو بس كان يعلم، كان قلبه كبير. لحد ما مات ما سمعكم حكاية. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتي. طيب الله. أكثر منك دين. لا بالعكس. نسيتين البارحة أنا حضرتها يعني. بالعكس بالعكس، الله يبارك بيك وهذا يكفي، وطيب الله أنفاسك يا أخت نورس، بارك الله فيك. يلا خلي نشوف السؤال الخاص بيك يا نورس. وأنا واثق من إجابتك طبعا. من الذي على الإمام الحسن العسكري عليه السلام بعد استشهاده؟ الإمام المهدي. ابنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أم أخوه جعفر؟ لا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ثبتين؟ يا ثبت. يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح ونقول أحسنتي. الإمام المهدي ابنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومبروك عليك دخلت ويانا للقرعة يا أخت نورس، بارك الله بيك ونورتينا باتصالك، شكرا لك. يلا هادي من الحمزة، سلام عليكم أخ هادي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا هادي، حياك الله.
حياك رحمة والدك. الله يبارك بيك يا هادي، مية هلا بيك. لا تنسونا من الدعاء والزيارة عند مقام الحمزة سلام الله عليه. إن شاء الله إن شاء الله. أحسنتم، شلونهم أهل الحمزة كلهم؟ والله الحمد لله زين. الحمد لله. الحمزة تابعة للديوانية صحيح أو للحلة؟ للديوانية. للديوانية، تحياتنا لأهل الديوانية، بارك الله بيك يا حمزة. يا هادي أحسن. يلا هادي، عندك مشاركة ولا ندخل بالسؤال؟ والله ندخل بالسؤال. يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بك يا هادي. يلا. السؤال يقول: يحكم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد ظهوره بحسب الروايات الدول العربية فقط أم جميع أنحاء الكرة الأرضية؟ جميع أنحاء الكرة الأرضية. ثبت. أثبت. خلينا نشوف الجواب الصحيح. أحسنت يا هادي، جميع أنحاء الكرة الأرضية، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. أحسنت يا هادي ودخلت ويانا للقرعة عزيزي. نعم، اتصال آخر. رقية. رقية من بلد. رقية من بلد، حياك الله يا أخت رقية، بارك الله بيك، يحفظك يا رقية، تحياتنا إلك والكل أهلنا ببلد. الله يبارك بيك. نعم، يمكن سألتي الأخوة بالكنترول عن وقت إعادة البرنامج. نعم. البرنامج يعاد كل يوم الساعة 6 العصر بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب والعشاء، لكن في أيام ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها إن شاء الله من يوم الثلاثاء يستأنف إن شاء الله بحسب معلوماتنا من الإدارة أنه يرجع وقت الإعادة الساعة 6 العصر يا زهراء، أو 6 بعد المغرب. الله يبارك فيك. وأيضا بالإمكان أنه تابعين الحلقة على اليوتيوب، الإخوة دائما يحرصون على تنزيل الحلقة على اليوتيوب، بالإمكان أنه تابعيها. يلا، عندك مشاركة يا رقية ولا ندخل بالسؤال؟ يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بيك يا رقية. السؤال يقول: ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في 15 شعبان أم 15 رجب؟ 15 شعبان. متأكدة؟ متأكدة. طيب خلينا نشوف الجواب الصحيح يا رقية. الجواب الصحيح 15 شعبان، أحسنتي، بارك الله بيك، من العام 255 للهجرة أو بعد الهجرة النبوية الشريفة. هذه المعلومة أيضا حتى تنفعكم يا رقية، ودخلت ويانا للقرعة وبدأ الوقت ينفذ والاتصالات تنهال على الإخوة بالكنترول. يلا من ويانا؟ زينب من كربلاء، سلام عليكم يا زينب. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا زينب، بارك الله بيك. يلا عندك مشاركة؟ نعم. لو ماكو مشاركة اليوم؟ نعم عندي. اي بس بتأني تحكين يا زينب، متفقين؟ نعم. حتى نفهم المشاركة. يلا. نعم. يلا. يتساءل علي، أنا اسمي رقية، أنا اسمي رقية بنت الحسين. أنا يوم تساءل عنها، أنا من ذكر تصير جفنها، أنا سلبت جيت إذنها، أنا الخل وطالب متنها. إنت الضربات فيي، أنا اسمي رقية، اسمي رقية بنت الحسين. أنا تصرخ وحد جيه، أنا الحرد وخيم علي، أنا الله وحده يدري بيه، أنا شاهد تذبح ولي ورب القادرية. أنا اسمي رقية، أنا اسمي رقية حسين، أنا كنت أميرة وهسه أسيرة، أنا اللي بقيت بلا عشيرة، أنا يصير عملي بالصغير، أنا أسباب الصغير ويسموني سبية وأنا اسمي رقية. أحسنت. بنت حسين أنا يصعون هوبتي، أنا بالحبل شدوا إيديها، أنا تعب الدنيا سبيها، أنا متون حين مزور إيديها، سكت الدل أبيها، أنا اسمي رقية، أنا اسمي رقية بنت حسين. أنا بديار ثوب وجد النار، أنا بردلها نفسي منها آثار، أنا ما أنسى بيه بيننا وبتغذى للصار، أنا شفت الخيول دوس الزقاء. أحسنتي. طيب الله أنفاسك، نشكرك على هذه المشاركة، وأكيد مشاركة جميلة حياك الله، لكن لضيق الوقت خلينا نشوف السؤال الخاص بيك يا زينب. يلا. لا. يلا السؤال الخاص بيك يا زينب. نعم، من هي سيدة نساء العالمين زوجة فرعون؟ نعم، سيدة نساء العالمين. أي أم هي السيدة زينب، أم هي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، أم مريم بنت عمران عليها السلام؟ فاطمة الزهراء عليها السلام. نعم،
فاطمة الزهراء عليه السلام. ثبتين؟ نعم أثبت سيادتي. يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. أحسنتي، السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام هي سيدة نساء العالمين الأولين والآخرين يا زينب، ودخلتي ويانا للقرعة، وشكرا لاتصالك ومشاركتك. أعتقد نأخذ آخر اتصال. فاطمة. نعم فاطمة من بابل، حياك الله يا فاطمة. حياكم الله جميعا. الله يبارك بيك يا فاطمة. الله يبارك بيك يحفظك أخت فاطمة، مية هلا بيك. يلا إذا عندك مشاركة أجليها. عندي مشاركة للزهرة. أجليها فاطمة لأن وقت ما عدنا، يا دوب نسألك. يلا خليها على بكرة إن شاء الله هذه المشاركة. خلينا نشوف السؤال الخاص بيك يا فاطمة. يلا السؤال يقول: في أي سنة ولدت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام؟ بعد البعثة بخمس سنوات، بعد البعثة بأربع سنوات، أم قبل البعثة بست سنوات، أم قبل البعثة بسبع سنوات؟ يلا ما سمعت تخيل. السؤال يقول: في أي سنة ولدت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام؟ يلا راح أحذف إجابتين وخلي لك إجابتين. بعد البعثة بخمس سنوات، أم بعد البعثة بأربع سنوات؟ حذفت إجابتين. يلا يا فاطمة، بعد البعثة النبوية بخمس سنين لو بأربع سنين؟ جاوبينا على السريع. فاطمة وين رحتي؟ سبع سنوات. أنا إذا أقول لك بس دا أسأل السؤالين: بعد البعثة بخمس سنين لو بعد البعثة بأربع سنين؟ خمسة لو أربعة؟ يلا فاطمة خمسة. ثبتين؟ يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. أحسنتي، بعد البعثة النبوية الشريفة بخمس سنوات ولدت السيدة الزهراء سلام الله عليها، ودخلت ويانا للقرعة ولو تعبتيني يا زهراء لأنه حذفت لك إجابتين وتأخرتي بالإجابة. يلا نعتذر عن السادة المشاهدين أنه ما نقدر بعد نستقبل اتصالات لضيق الوقت، وراح نجري القرعة وخلينا نشوف منو يترشح ويانا بجائزة اليوم اللي هي زيارة بالإنابة لمولانا الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، وراح يدخل ويانا بالقرعة الأسبوعية يوم الأربعاء حتى يحصل على خاتم فضل عليه حجر من ضريح الإمام الحسين عليه السلام. يلا نخلط الأوراق ونشوف هذه الورقة، طبعا كلهم دي صعدا قفزا عبر الدورق، والفائز ما شاء الله نورس، هنيان إلك نورس. يلا يا علي ما عملت شي، يلا نطين المديم. نورس من الكوت فازت ويانا بالجائزة لهذا اليوم، وإن شاء الله راح تدخل ويانا بالقرعة الأسبوعية. شكرا إلك يا نورس ومبروك عليك. إذن مشاهدينا متابعينا، إلى هنا وصلنا بكم إلى ختام الحلقة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل برنامج نوافذ الحياة، حتى ألقاكم يوم غد إن شاء الله في رعاية الله وحفظه.